مشاهدينا لسه بنكمل معاكم اللي حصل على مدار السنين اللي فاتت والإنجازات اللي حققتها الدولة في السنين اللي فاتت كلها وانعكاستها على المواطنين، تم عرضها بالفعل من خلال فيلم تسجيلي بطولة الفنان أحمد فؤاد سليم والفنانة ماجدة زكي. خلينا نتابع. وهذا وقد أثبت المصريون في كل مرة وفي كل زمان أنهم الحامي والضامن لمسيرة وبقاء وطنهم، رغم أنف كل حاقد أو حاسد أو طامع. جدو، ينفع تحكي لي حدوتة؟ بكار. أنا عارف. شوف، أنا هحكي لك آخر فصل من فصول الحكاية اللي بتبدأ يوم ما اتولدت انت. في يوم من الأيام كان في بلد، أعظم بلد في الدنيا، مصر أم الدنيا. أم الدنيا في التاريخ ليها حضور، وفي الثقافة ليها عظماء، وفي الفن ليها نجوم. لكن لما ليلها ظلم نزل الشعب يطالب بأبسط حقوق، ويا دوب ملحقش يفرح. جات الضباعة من بعيد تدخل الأرض الطيبة تسرق منها فرحتها وتحاول تفرق وحدتها، تنشر الخوف والرعب في قلوب أهاليها. ما خفتش يا جدو؟ خوفنا فشر، ده احنا نخوف بلد. شكرا، تسلم ايديكي. تسلم. البلد دي بلدنا يا علي، بلدنا احنا، نزلنا وما سكتناش، قلنا هيمشوا ومش هيقعدوا فيها دقيقة واحدة. هنستسلم لتجار الدين والإرهابيين؟ وكان ورانا جيش بيحمينا، ولما صوتنا السمع علينا نزلنا في الشوارع نهتف ونقول انت يا سيزو. والجيش استجاب لهتافنا، تعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت، والروح ردت لينا تاني. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة. هتعيش في خير دايماً ما رجالتها شداد، واقفين قصاد الشر ما وقفوش على الحياد، ولا يوم فاتوها أفكار دول بيفضوا البلاد. الله عليك يا مصر، والله عليك ولاد. كنا محتاجين حاجة تجمعنا كلنا، شريان حياة يشق أرضنا وبلدنا، وفي ظرف 8 أيام المصريين عملوا اللي محدش كان يتوقعه. تم إغلاق باب بيع شهادات استثمار قناة السويس الجديدة الاثنين بعد جمع التمويل المطلوب، وهو 60 مليار جنيه خلال 8 أيام عمل فقط. وبفلوسنا مولناه، وبرجالتنا بنيناه، بس استخسروا فينا فرحتنا ولادنا. قرابة 11 تنظيماً إرهابياً على مواجهة الجيش المصري تم إعلانه مما عرف باسم مجلس شورى. خسرنا كتير مننا، شباب ضحت بروحها، وأطفال اتيتمت. أنتم ولاد الأبطال، وليكم في رقبتنا كل الخير والأمان والسلام. بابا صحيح وحشني، بس أنا عارفة أنه عند ربنا وشايفنا كلنا، وبقيت أنا بنت الشريف. أحب
الشرف والد الشهيد اللي افتخر بإنجازاته في عز ليله كان بينزل للدفاع عن كل شبيه. محدش يفكر ان طولة بالي وخلق الحسن معناه ان البلد دي تقع. قسما بالله اللي حيقرب لها لا اشيله من فوق وش الارض. كان عندنا تحديات ما كناش قادرين نواجهها من زمن فات، يمكن من قبل ما تتولد انت عادي بزمن الزمن كمان، لكن المهنه علمتنا ان لو ظروفه صعبه لازم يشغل دماغه. كان لازم نواجه مشكله الاقتصاد ونتاكد ان الدعم هيوصل للي يستحقه، ولسه العشوائيات والطرق اللي ضاقت علينا وشبكات الميه وصرف المجاري المتهالكه اللي ما تليش بدوله عظيمه زي مصر، وقرى الدلتا والصعيد اللي اتناست من سنين طويله. هو الشباب عايزين عايز شغل وبيت يسكن فيه، عايز يبقى مبسوط، عايز يعيش حياه كريمه. فاهم يعني ايه حياه كريمه يا علي؟ اه يا جدو، يعني نادين مبسوطين. مبسوط. صح والله، ربنا يحميك يا ابني وتعيش دايما مبسوط. والحاجات دي عشان ما اتصلحتش واتسابت كتير نيجي نعالجها دلوقتي توجع، لكن استحملنا ووقفنا ورا بلدنا وقلنا هنبنيها عشانك وعشان مستقبلكم. فاكره يا ماجده لما قالوا مش هنقدر بس قدرنا وواجهنا كل التحديات؟ كانت كلها اولويات. اشتغل ونشتغل ونشتغل، مش بس في ده، في التنمية والعمل في كل المجالات بلا نوم ولا راحة. في ناس كتير كانت بتعاني من فيروس سي، ده غير أمراض كتير انتشرت في أماكن كتيرة ما كانتش بتوصلها رعاية لسنين طويلة. ورغم ظروفنا قررنا نبدأ، قلنا نعمل مبادرات، قوافل طبية، تطوير شامل لقطاع الصحة في مصر، وده اللي هنبني عليه أرض ثابتة تتحمل مشروع التأمين الصحي الشامل اللي بنحلم بيه من زمان. يعني ايه يا تيتا؟ يعني يا حبيبي بعد الشر لما تحس انك تعبان تقول ايا بطني ايا بطني، نلاقي مستشفى مكان مؤهل يستقبلك وتتعالج فيه. ومش انت بس، اي بني ادم محتاج مساعده. مشروع حياه كريمه خيره غير عشرات القرى، خلاهم يحققوا كل اللي كان نفسهم فيه. بيوت اتفتحت، شباب اتجوز، الفرحة مالت بيوت ما كانتش بتشوف النور ولا عارفة طريقها اللي يوصلها للي محتاجينه. بسبب زحمة الطرق اتعطلنا كتير، قررنا نكمل. احنا قلنا الشغل لازم يبقى في كل حتة. اتعمل شبكة طرق جديدة تربط البلد كلها ببعض، مواني تضخ استثمارات في البلد، وسائل مواصلات أكتر تسهل الحياة على الناس، وفي نفس الوقت تقلل من استهلاك مواردنا اللي بتضيع في زحمة الطرق كل يوم. مشاريع كان هدفها إن البلد تتنفس وترسم خريطة مصر من أول وجديد وتمهد الطريق، لأن مصانعنا تدور من تاني والمستثمرين يجونا من كل مكان في العالم. ده ما كانش كلام، دي كانت خطة بلد عايزة تمشي لقدام. وأهم حاجة التعليم. التعليم كان مليان مشاكل كتير. تصور يا علي، أطفال قدك كده ما كانوش يعرفوا يكتبوا اسمهم، ما فيش مدرسة، ولو لقوا مدرسة يتعلموا فيها غلط ما يتعلموش صح. لكن دلوقتي مدارس كتير جدا اتبنت في كل حتة في مصر. هنبني مدارس ومفكرش في الكهرباء؟ عشان كده كان لازم نلاقي حل. قدرنا نبني محطات تساعدنا تدور حياتنا من تاني. اكتشفنا أكبر حقل غاز في بلدنا على أرضنا، وقضينا على طوابير البوتاجاز عشان يبقى عندنا مخزون ينقذنا في كل أزمة. كل
سنة كنا بنزيد وعددنا بيكبر، عشان كده الناس اتصرفت وعملت العشوائيات فبنينا مدن جديدة متخططة صح، زي العالمين الجديدة والإسماعيلية الجديدة وبني سويف الجديدة، وفي كل حتة في مصر بنينا جديد وطورنا القديم. نفضل نكسر في تحدياتنا تحدي تحدي، ونفضل نبني ونغير عشان كل طفل يكبر يلاقي مكان يحميه، يمارس فيه هوايته، يلاقي بيئة تحميه من الأفكار اللي هدفها تهد كل جيل جديد. مين بقى اللي كان يقدر يعمل كل ده في 10 سنين؟ تعال شوف بلدي يا اللي انت بتعدي، في الفرح مش بننام في الشدة مين قدي. ورجع الضيوف مصر تاني من كل حتة في العالم بمجهود ولادها جيشها وشعبها، سنين تعب وتحمل هما اللي خلونا نكمل. مش بس كده، شبابنا بقى لهم مكانة. رفعوا اسم بلدهم. حايلين ولاد المصريين، ولاد النيل يا ولاد المصريين. وما عداش وقت وجات الكورونا. الله اكبر، شر بره وبعيد بتفكرنا بيها تاني. فاكر لما كنا قاعدين في البيت هنا؟ اه انا فاكر، مش عارفه اشوفكم. اهو العالم كله كان قاعد في البيت زينا كده. الصحه العالميه بتتكلم على 1,500,000 اصابه جديده بكورونا. كل حاجه وقفت، مصانع وشركات ومدارس، كل الناس قاعده وخايفه يا ترى هنرجع تاني ولا لا. لكن كنا قدها. مين كان يقول ان مصر اللي شافت كل ده هتقدر ترجع من ازمه زي دي ولا تساعد غيرها كمان؟ ويا دوب بنفرح برجوعنا لشغلنا. حصلت حرب كبيره بين دولتين دخلت العالم كله في ازمه، لكن اللي المصريين اثبتوه في سنين قليله يخلينا نثق في نفسنا اننا مهما حصل هنخرج من الازمه دي كمان. ان شاء الله نكمل الحلم اللي بداناه، اصل احنا خلاص بقينا ايد واحده بنتكلم في مشاكلنا ونحلها. بقينا فخورين باللي انجزناه في 10 سنين، برؤيه رئيس واراده شعب اثبتنا ان مصر بس مش بلد انجازات، لا دي بلد معجزات. دق الطبر لولاد بلدي، ما تقولش سهل، ما تقولش عادي، ما تقولش سهل، ما تقولش عادي، ومهما بتزيد الأعادي ولادها دايما بالمرصاد، ولادها دايما بالمرصاد. هو حدوته خلصت جده؟ لا طبعا، احنا مش متفقين ان المشوار لسه طويل. احنا شغالين ومستنيينك يا حبيبي لما تكبر ان شاء الله وتكمل معانا الحكايه. ربنا يديله الصحه. ايوه حضرتك يا ماما. اهلا الحمد لله على السلامه. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. يا ترى بقى ايه اللي مخليكم متجمعين في المكتب وسايبين البيت كله؟ اسال المصري. انتوا حكي لي يا حدوته. جده عنده حكايات وحواديت كتير قوي، انا واحده فيهم المصري. الله يا بختك يا سيدي. تحكيها انت ولا اسمعها منه بقى؟ انا. ماشي حلو، ده تحكي لي بقى واحنا بناكل. عملت لنا ايه يا حبيبي؟ عملت لك كل اللي نفسك فيه. ربنا يخليك ليا. ربنا يسعدك ويهنيك يا رب ويخليهولك. تعال نشوف عياله بقى. ربنا يحسنك. جيل ورا جيل هنفضل نحكي الحكايه، حكايه وطن، وطن عريق وام عظيمه، وهيفضل شعارنا دايما تحيا مصر. من لف في اشبات ومن السنين عديت، من شرقها لغربها والبرة غديت، حبيتها أول حب
صاحبت أنا وعديت عنها في يوم ما بعيد عنها في يوم ما بعيد ولا عمري ما بعيد.